فترة إحنا نعيش في نقد تقليدي لهذه الأشياء، يعني نقرأ المستجدات في المسرح بقوالب نقدية قديمة. الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي في بغداد بعنوان المسرح العربي الآن وهنا، مساءلة للمسارات والتحولات والأصداء. قصد به أن يحاول عدة محاور سائرة في المسرح الغربي وفي تداخلها مع المسرح العربي، وإلى أي مدى أثرت إيجابا أو سلبا على مسيرة الإخراج والكتابة والتلقي لدى الجمهور العربي المخالف طبعه وطبيعته للمسرح الغربي. يبدو أن كثير من الآثار السلبية جنحت في أغلب الدول العربية بالمسرح إلى الغرب، وتناست إلى حد كبير قيمة المتلقي ووضعيته الاجتماعية خاصة بعد جائحة كورونا. كان القصد أن نصل من تجارب الممارسين المسرحيين والنقد المصاحب أن نصل إلى رؤية تكشف عن ما أمكن للمبدع العربي أن يحصل عليه ويوصل إلى الجمهور بشكل قريب من الحساسية العربية الإسلامية، وأن يتفاعل بعد غيبة طويلة مع مستجدات التقنيات المسرحية. وفعلا نجحنا في بغداد في معية 166 باحث وباحثة من ذوي الكفاءة العالية والممارسة المسرحية أن نتحسس أماكن الإخفاق وأماكن البروز بالتجانس مع عروض مسرحية وضحت إلى حد كبير تفهم عدد لا بأس به من المسرحيين العرب لهذه الأفكار الجديدة في المسرح وهذه التنظيرات، بل وتوصلنا إلى بعض النقاد الذين أفلحوا في إيجاد منظور عربي لهذه الأفكار الغربية فيما يتعلق بموت الدراما وموت المؤلف المخرج المؤلف الدراماتورجيا الحساسيات المسرحية السينوغرافيا ما بعد الحداثة ما بعد الدراما وخلافه. وفعلا كان نتائج هذا الملتقى إيجابية لحد كبير، لأنه أمكن بها أن نتحسس دربنا إلى الأمام وأن نشرح فعلا في بلورة نوع من التنظير العربي الذي يمكن أن يساهم ويضيف إلى التنظيرات الغربية باعتبار أنه العالم الثالث العالم العربي آسيا جنوب أوروبا ممكن أن تكون هناك نوع من التشارك نوع من التناسج فيما يتعلق بالأفكار القريبة من المتلقي المتشابه هنا وهناك. أيضا كان هناك محور يتعلق بالمرأة العربية في المسرح وهو محور مهم، وإن كان يناقش أشياء نظرية وجمالية إلا أنه في عمقه يناقش وضعية المرأة في المنتج المسرحي من ناحية الإنتاج من ناحية الوضعية من ناحية التسهيلات من ناحية المنظور المؤسسي لدور المرأة المشاركة في الإنتاج المسرحي وإمكانية تطوير هذا الدور وتطويع الظروف الاجتماعية والإنتاجية لتجد مكانتها الجديرة بالتقدير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.